أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. هذا هو الدرس الأخير في درس الأصول بالنسبة لهذا الفصل إن شاء الله تعالى، نظرا لحلول اختبارات، على أن نستأنف إن شاء الله تعالى نكمل الكتاب شرح غاية السول في الفصل القادم بإذن الله. أما درس رياض الصالحين فسوف يستمر إلى ما شاء الله تعالى في الإجازة. الفتوى أسفل مو عندي. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: في صفحة 349 فصل المطلق أي تعريفه. نعم تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: فصل المطلق أي تعريفه، وهو ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، ذكره أصحابنا نحو فتحرير رقبة ولا نكاح إلا بولي. والمقيد أي تعريفه ما تناول معيناً نحو أعتق زيداً، أو موصوفاً بزائد على حقيقة جنسه نحو شهرين متتابعين، وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها، وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين كرقبة مؤمنة قيدت من حيث الدين وأطلقت من حيث ما سواه. وإذا ورد مطلق إلى هنا جزاك الله خير. يقول المؤلف رحمه الله: فصل المطلق، بعد أن ذكر العام والخاص ناسب أن يذكر ما هو شبيه به وهو المطلق والمقيد، فبدأ بالتعريف كما هي العادة في المصطلحات الأصولية، فقال: المطلق أي تعريفه هو ما تناول واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. إلى هنا ينتهي التعريف الاصطلاحي لمصطلح المطلق. ما تناول أي لفظ تناول، أي دل على واحد، أي فرد واحد، احتراز قوله على فرد واحد احتراز عن العام، فإن العام يدل على أفراد، وقوله غير معين احتراز عن الخاص، فإن الخاص يدل على فرد واحد بعينه. قال: باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، يعني أن سبب التناول هو وجود الاشتراك في حقيقة تصدق على جنس هذا الفرد هو واحد منه. هذا معنى قوله باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، يعني أن سبب التناول، سبب تناول اللفظ للفرد غير المعين، هو وجود الاشتراك في حقيقة تصدق هذه الحقيقة على جنس هذا الفرد واحد من هذا الجنس. كرجل مثلا، كلمة رجل، فلو قلت جاء رجل هذا مطلق، فإنه يتناول واحدا غير معين، بخلاف قولك جاء زيد فإنه يتناول فرداً واحداً معيناً الذي اسمه زيد. وقوله باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، أي لأن كلمة رجل تدل على الذكر من بني آدم، والذكر من بني آدم ليس فرداً واحداً في الوجود، وإنما هو أفراد كثيرة. هذا الذي أتى بقولنا جاء رجل هو واحد من هذا الجنس المتكاثر،
وكلهم يشتركون في هذه الحقيقة، وهي كونهم ذكوراً من بني آدم. وبهذا يخرج المشترك، لأن المشترك الحقائق فيه متعددة، الحقائق فيه متعددة، فيعني يتناول هو المشترك. لو تناول واحداً وقلنا بعدم عموم المشترك، فإنه يتناوله باعتبار حقائق متعددة. فحقيقة العين مثلاً، كلمة لو قال عندي عين، العين بمعنى الذهب، غير العين بمعنى الفضة، غير العين بمعنى الشمس، غير العين بمعنى الجارحة التي يبصر بها الإنسان، وهو أيضاً غير العين التي هي الماء الذي ينبع من الأرض. ثم مثل له المصنف رحمه الله بعد أن قال ذكره أصحابنا، يعني ذكروا هذا التعريف، والأمر كما ذكر المصنف يعني ذكره كثير من الأصحاب، كثير من الحنابلة وليس جميعهم، ذكره ابن قدامة وذكره الطوفي والمرداوي في التحبير والتحرير، وذكره ابن اللحام في قواعده، وذكره ابن النجار ممن عاش بعد المصنف رحمه الله. ثم مثل للمطلق بقوله كقوله تعالى فتحرير رقبة، يعني في كفارة الظهار، قال سبحانه وتعالى فتحرير رقبة، وأطلق، لم يذكر أنها رقبة مسلمة أو غير مسلمة، ولم يذكر أي شيء من قيود الرقبة. وكذلك في كفارة اليمين ذكر الرقبة مطلقة ولم يقيدها بشيء، أو تحرير رقبة في كفارة اليمين جاءت مطلقة أيضا، والمعنى حرر رقبة أي اعتق رقبة، فتكون رقبة نكرة في سياق الإثبات وهو الأمر، والنكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، والمطلق يصدق بصورة واحدة، إلا أن العموم الذي في المطلق هو عموم بدلي ليس عموما شموليا، ومعناه أنه إذا قال أعتق عبدا فإن زيد يصدق عليه هذا اللفظ، لكن لو تركه المكلف وعمد إلى العبد الذي اسمه عمرو ليعتقه جاز له ذلك، لأن عمرا بدل من زيد، ولو أعرض عنهما وأتى إلى العبد الذي اسمه سعد لصح له ذلك. فما من عبد من العبيد إلا ويدخل في لفظ عبد في قوله أعتق عبدا، لكن على سبيل البدلية والصلاحية لا على سبيل الشمول والاستغراق. ثم قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، الشاهد في قوله ولي، فإنه لم يقيد الولي بقيد، لم يشترط فيه شرطا، بل أطلق الكلام، ثم يأتي تقييده بعد ذلك في نصوص أخرى كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. قال والمقيد ما تناول معينا نحو أعتق زيدا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه نحو شهرين متتابعين. فالمقيد شيئان، المقيد الذي هو ضد المطلق شيئان، إما أن يتناول واحدا معينا كزيد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد، فإن زيد هنا مقيد لأنه شخص واحد معين وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا مثاله في الخبر، مثاله في الأمر قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم، في قصة غزوة الأحزاب، قم يا حذيفة، فالتكليف متوجه إلى شخص بعينه. قال أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، يعني النوع الثاني من المقيدات في النصوص الشرعية هو المطلق
إذا وصف بوصف زائد على حقيقة جنسه، كقوله تعالى في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. فالقيد هو قوله مؤمنة، هذا قيد في الرقبة، ولو سكت عن كلمة مؤمنة لصح اعتاق كل رقبة حتى الكافرة، لكن لما قال مؤمنة عرفنا أنه مقيد، أن اللفظ المطلق وهو قوله رقبة مقيد بهذا الوصف، وهو وصف الإيمان أي كونها مسلمة. لا نكاح إلا بولي مرشد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، مرشد هذا تقييد لللفظ بمعنى يكون صالحا لا يكون فاسقا الولي. ومثل له المصنف رحمه الله بقوله تعالى: شهرين متتابعين في كفارة الظهار، فلا بد من شهرين، وهذان الشهران لا بد من قيد فيهما، وهو أن يكونا متتابعين، فلا يصح أن يفصل بينهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها، يعني الألفاظ المقيدة في النصوص الشرعية قد تقيد بوصف واحد بقيد واحد، وقد تقيد بأكثر من قيد، مثل قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات إلى آخر الآية، هذه قيود، فقد تأتي القيود متعددة وقد تكون قيدا واحدا، فما كثرت قيوده يكون أعلى مرتبة مما قلت قيوده. لما؟ ما السبب؟ قالوا: لأن التقييد هو نوع من البيان، التقييد المطلق نوع من البيان، فما كثرت قيوده صار أكثر بيانا، ومن ثم يصير مقدما على ما قلت قيوده. ويظهر هذا أمثلته أكثر ما تكون في الكلام الخلق، فلو قال الأب لابنه: صاحب رجلا صالحا عالما، وقال له مرة: صاحب رجلا صالحا، أيهما أكثر قيود؟ الأول أو الثاني؟ الأول، لأنه قيده بقيدين، والثاني قيده بقيد واحد، فيقدم الأول فيكون مأمورا بمصاحبة رجل صالح عالم. ولو قال السيد لغلامه: اشتري لي ثوبا أبيض، قالها مرة يعني قال له، ومرة أخرى قال له: اشتري لي ثوبا أبيض مطرزا، أيهما أكثر قيود؟ الثاني، فيكون مأمورا بالثاني، فلو اشترى لسيده ثوبا أبيض غير مطرز لاستحق العقوبة، لأنه رجح الذي هو أقل تقييدا على الذي هو أكثر تقييدا، والقيد مقصود للمتكلم فلا يجوز إهماله. ثم ذكر مسألة جديدة بقوله: وقد يجتمعان، أي المطلق والمقيد، في لفظ واحد بالجهتين. اللفظ الواحد في النص الشرعي الواحد قد يكون مطلقاً مقيداً، لكن من جهتين لا من جهة واحدة، فلا يمكن أن يكون اللفظ من جهة واحدة مطلقاً مقيداً، لأن الإطلاق هو ضد التقييد، والضدان لا يجتمعان في شيء واحد، إنما باعتبار جهتين، فحينئذ يصح، مثل قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة في سورة النساء، قيد الرقبة بكونها مؤمنة،
فإذا هي مقيدة من جهة الدين، لا بد أن يكون هذا العبد أو الأمة على دين الإسلام، يكون مؤمناً بالله. ولكنه أطلق من جهة أخرى، يعني الرقبة مقيدة من جهة الدين مطلقة من جهة أخرى، بل من جهات أخرى. مثل ماذا؟ مثل الصحة، يعني السلامة من العيوب، والقوة، الحرفة، كونه صاحب حرفة أو لا، كونه كاتباً قارئاً أو عامياً أمياً، نعم، كونه طويلاً أو قصيراً، أبيض أو أسود أو غير ذلك، هذا مطلق لم يقيد في النص. وكذلك لو قال صم يوم الاثنين لكان هذا الأمر مقيداً من حيث الزمان، لكنه مطلق من حيث المكان. وهكذا قد يجتمع الإطلاق والتقييد في اللفظ الواحد في النص الواحد، لكن باعتبار جهتين لا باعتبار جهة واحدة. قال: وإذا ورد مطلق ومقيد، نعم، تفضل اقرأ. قال رحمه الله: وإذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما، مثل واختلف حكمها حكمهما، أحسنت. وإذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما مثل اكسي واطعم، لم يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا، وإن لم يختلف حكمهما فإن اتحد سببهما وكانا مثبتين، نحو أعتق في الظهار رقبة، ثم قال أعتق رقبة مؤمنة، حمل المطلق على المقيد على الأصح، ذكره صاحب المحرر إجماعا، وذكر القاضي وأبو الخطاب رواية عن أحمد أن المطلق لا يحمل على المقيد، ثم إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا انبنى على مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ أم لا، وانبنى على نسخ المتواتر بالآحاد. والأشهر عند العلماء أن المقيد بيان للمطلق لا نسخ له كتخصيص العام، وإن اختلف سببهما كالرقبة في الظهار والرقبة في القتل، فالصحيح عن أحمد رحمه الله تعالى الحمل. فالصحيح عن أحمد رحمه الله تعالى الحمل، فعنه لغة اختاره القاضي وقال أكثر كلام أحمد عليه. وعنه قياسا اختاره أكثر أصحابنا. أحسنت. الآن شرع المصنف رحمه الله في أشهر مسألة من مسائل هذا الباب أو هذا الفصل، وهي مسألة تعارض المطلق والمقيد. إذا ورد مطلق وورد مقيد من نصوص الشرع فكيف يصنع المجتهد؟ هل يحمل المطلق على المقيد أو يعمل بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد على تقييده؟ فيه تفصيل ذكره المؤلف رحمه الله بقوله: وإذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما، هذا الصورة الأولى، أن يرد المطلق وأن يرد مقيد نص مطلق ونص مقيد ويختلف حكمهما، كما مثل المؤلف هنا بمثال يعني افتراضي، وهو قوله أكسو وأطعم. طبعا هو يختصر كأنه يقول أطعم فقيرا، ويقول في نص آخر أكسو فقيرا عربيا، قيده الثاني. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ لا، لا يحمل عليه، ولا يجب عليه إطعام الفقير العربي حملا للمطلق على المقيد. لما؟ اختلاف، لأنه اختلف حكمهما، هذا إطعام وهذا كسوة. إذن الحالة الأولى، ما إذا اختلف حكم المقيد والمطلق فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، يعني لا يقيد به، لا يقيد المطلق بالمقيد، لا يقيد المطلق باللفظ المقيد، سواء اتفق سببهما أو اختلف سببهما. فهذه الحالة في الحقيقة هي
تصير حالتين عند التحقيق: أن يتحد حكم المطلق والمقيد، أن يختلف حكم المطلق والمقيد ويتحد سببهما، والأمر الآخر أن يختلف حكم المطلق والمقيد ويختلف أيضا سببهما، فلا يحمل المطلق على المقيد في الحالتين عند المؤلف رحمه الله. مثال الحالة الأولى وهو اتفاق السبب، قول الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا في التيمم. وقال في الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الأيدي جاءت مطلقة في التيمم وجاءت مقيدة في الوضوء، فلا يحمل المطلق على المقيد، ويجب مسح اليد بالتراب إلى المرفق، لأن الحكم هنا مختلف، فهذا مسح وذاك غسل، فالحكم مختلف، مع أن السبب فيهما سبب واحد وهو الطهارة لاستباحة الصلاة، السبب واحد، ومع ذلك لا يحمل المطلق على المقيد. ومثال اختلافهما قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقال تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. جاءت الأيدي مطلقة في الآية الأولى وجاءت مقيدة بكونها إلى المرافق في الآية الثانية، والحكم مختلف، فإن هذا قطع وذاك غسل، والسبب أيضا مختلف، فإن السبب في الأول هو السرقة والسبب في الثاني هو الطهارة لاستباحة الصلاة، فلا يحمل المطلق على المقيد من باب أولى، إذا لم يحمل في الصورة الأولى لا يحمل في الصورة الثانية من باب أولى. قال: لم يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا. نعم، الذي حكى الإجماع في هذه المسألة كثير من الأصوليين حكوا الإجماع في هذه الصورة، وبعضهم حكى خلافا شاذا عن بعض الشافعية. قال: وإن لم يختلف حكمهما، هذه صورة الثانية من صور ورود المطلق والمقيد في النصوص الشرعية. قال: وإن لم يختلف حكمهما فإن اتحد سببهما. الحالة الثانية قسمها المصنف إلى صورتين، فتكون الحالة الثانية هي أن يتفق أن يتحد حكم المطلق والمقيد، ويتحد أيضا سببهما، السبب واحد والحكم واحد. قال: وكان مثبتين حمل المطلق على المقيد، يعني وكان في حالة الإثبات، كان كل منهما في حالة الإثبات. لماذا في حالة الإثبات؟ قالوا لأنه لو كان في حال النفي، لو ورد في حال النفي أو أحدهما منفياً والآخر مثبتاً، لكان تقييد المطلق من باب المفهوم المخالف، يكون حينئذ من باب المفهوم المخالف، هذا قول. وقيل لأنه يكون حينئذ من باب العام لا من باب تقييد المطلق، لأن النكرة في حال النفي تفيد العموم. ومثال ما اتحد سببه وحكمه من المطلق والمقيد قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وقال في نص آخر: لا نكاح إلا بولي مرشد، قيده بكونه مرشدا يعني صاحب رشد أي هداية وصلاح، فلا يكون فاسقا، وبه عمل الحنابلة والشافعية فاشترطوا هذا الشرط القيد في الولي. قال: ومثل أعتق في الظهار رقبة، ثم قال: أعتق في الظهار رقبة مؤمنة. كان ينبغي للمؤلف رحمه الله
أن يضيف بعد كلمة أعتق في المثال الثاني كلمة في الظهار، لأنه يتكلم الآن عن اتحاد السبب واتحاد الحكم، يعني أن يقول ثم قال أعتق في الظهار رقبة مؤمنة حتى يصح الكلام ويستبين. قال حمل المطلق على المقيد على الأصح، يعني على الأصح في المذهب، وفيه إشارة إلى وجود خلاف في المذهب وسوف يذكره المؤلف بعد قليل. قال ذكره صاحب المحرر إجماعاً، يعني ذكره مجد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام رحمهما الله، ذكره في كتاب المحرر في الفقه، والصحيح هو ذكره إجماعاً وغيره كذلك نقل الإجماع، لكن الصحيح أن في المسألة خلافاً عن بعض الحنابلة وبعض الشافعية، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. قال وذكر القاضي وأبو الخطاب رواية عن أحمد أن المطلق لا يحمل على المقيد، هذا القول الثاني في المسألة، يعني حتى لو اتحد حكمهما واتحد سببهما لا يحمل أيضا المطلق على المقيد. فقط للتنبيه على فائدة، انظروا في هامش واحد، يعني كتب المحقق لم أجده في العدة والتمهيد، ما هو الذي لم يجده؟ الرواية، الرواية عن الإمام أحمد، يقول لم أجدها في العدة، لأن المصنف الآن يحكي الكلام عن من؟ عن القاضي، القاضي أبي يعلى، وعن أبي الخطاب الكلوذاني. ف يعني دائما النقول عن العلماء لا تلتمسها فقط في الكتب التي هي مظنة وجود المسألة، وهي مسألة أصولية، فالرجوع للعدة والتمهيد صحيح، لأنها كتب ماذا؟ في أصول الفقه، لكن للقاضي أبي يعلى ولتلميذه أبي الخطاب كتبا أخرى في الفقه، وهي مشحونة أيضا بالمسائل الأصولية والروايات عن الإمام أحمد. فهذا القول موجود، حكاه فعلا القاضي أبو يعلى، لكن حكاه في التعليق الكبير وليس في العدة. التعليق الكبير كتاب كبير في الفقه، في الخلاف العالي، وهو ما نسميه اليوم بالفقه المقارن. وكذلك أبو الخطاب ذكره في كتاب الانتصار، والانتصار أيضا كتاب في الفقه في الخلاف العالي. فهذه الرواية مروية فعلا عن الإمام أحمد، وهو أيضا محكي عن الحنفية لكن خطأ، لأن الحنفية يحملون المطلق على المقيد إذا اتحد السبب واتحد الحكم، لكن بشروط كثيرة، ذكروا شروطا عدة، منها قالوا أن يتحد حكما وسببا، وأن يكون في سياق الإثبات، وأن لا يكون الحكم هو الإباحة، قالوا لأن الإباحة لا تعارض فيها، فلا بد أن يكون الحكم مما هو تكليف، يعني بأمر أو نهي ليس إباحة. قالوا وأن يتساوي في القوة، وأن يعلم اقترانهما، وأن لا يكون التقييد في باب الأسباب والشروط. فهذه ستة شروط شرطها الحنفية لحمل المطلق على المقيد، أعيدها سريعا. الشرط الأول أن يتحد حكما وسببا، والشرط الثاني أن يكون معا في سياق الإثبات، والشرط الثالث ألا يكون الحكم المذكور هو الإباحة، لأن الإباحة لا تعارض فيها، لا يوجد تعارض في الإباحة، لأنه يستوي الفعل والترك حينئذ. والرابع أن يتساوي في القوة، لأن تقييد المطلق مثل تخصيص العام، وهو نسخ عند الحنفية، فيشترط له ما يشترط في النسخ. والخامس أن يعلم اقترانهما، يعني أن يكون في مجلس واحد، النطق بالمطلق وبالمقيد في مجلس واحد، لكنهم قالوا إذا جهل التاريخ يحمل على الاقتران، يحمل على الاقتران حكما، يعني حكما لا حقيقة. أما إن تأخر أحدهما عن الآخر فإن الحنفية يتعاملون مع المطلق والمقيد كتعاملهم مع العام
والخاص، فيجعلون المتأخر ناسخا للمتقدم، فإن كان المقيد مقيد هو المتأخر نسخ من المطلق بقدره بقدر ما يدل عليه، وإن كان المتأخر هو المطلق نسخ المقيد بالكلية وألغاه. والشرط السادس ألا يكون التقييد في باب الأسباب والشروط، إنما يكون في الأحكام التكليفية. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم إن كان المقيد آحاداً والمطلق تواتراً، هذا يعني شروع في مسألة جديدة، وهي ما إذا كان المقيد خبر آحاد والمطلق كان متواتراً، يعني كان آية أو حديثاً متواتراً، فما الحكم حينئذ؟ يعني الآن اختلف في قوة الثبوت، المطلق والمقيد اختلفا. قال المؤلف رحمه الله: ثم إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا. مثال ذلك المطلق قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام، في كفارة اليمين. وقرأ ابن مسعود وهو خبر آحاد: فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذا تقييد. لكن المقيد خبر أحد والمطلق متواتر آية كريمة، فما الحكم؟ قال: إن بنى على مسألة، هو بنى على مسألتين ذكرهما، فقال: إن بنى على مسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ له أم لا؟ وإن بنى على نسخ المتواتر بالأحد، يعني إن بني على هاتين المسألتين، بمعنى إن قلنا إن الزيادة على النص نسخ له لم يصح حمل المطلق على المقيد، وإن قلنا إن الزيادة على النص مقبولة ليست نسخا فإنه يحمل المطلق على المقيد. وكذلك في القاعدة الثانية، إذا قلنا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد جاز تقييد المطلق المتواتر بالآحاد من باب أولى، وإن قلنا لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد لم يجوز تقييد المطلق بالمقيد الآحادي. وطبعا الخلاف فقط فيها ومع في الصورة الأولى مع الحنفية، لأنهم هم الذين يرون أن الزيادة على النص نسخ له. أما في مسألة نسخ المتواتر بالآحاد فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد، إلا أن الإشكال فقط في صحة البناء، في صحة البناء على القاعدة الثانية، لأن من يحمل المطلق على المقيد لا يسلم أنه نسخ، يقول ليس نسخا، لأن تقييد المطلق هو مثل تخصيص العام، وتخصيص العام ليس نسخا عند الجمهور، وكذلك تقييد المطلق، وحينئذ لا يطبق عليه أحكام النسخ، ومن ثم جاز تقييد المطلق المتواتر بالمقيد الأحادي، وهذا هو الصحيح. ثم قال: والأشهر عند العلماء أن المقيد بيان للمطلق. نعم، هذا هو الصحيح، الأشهر قول أكثر العلماء أن تقييد المطلقات هو من باب البيان لا من باب النسخ. لما؟ لأنه أشبه ما يكون بتخصيص العام، وتخصيص العام بيان، بيان أن الأفراد المخرجة لم تكن مرادة للشارع بالنص العام، فكذلك تقييد المطلق، لأن المقيد حين إذا حمل المطلق على المقيد هو لا يلغي المطلق، لا يلغيه بالكلية، فتحرير رقبة مؤمنة، كلمة مؤمنة ما ألغت كلمة رقبة، فلا زال المطلوب رقبة، إلا أننا اشترطنا فيها شرطا زائدا وهي أن تكون مؤمنة مسلمة، فما ألغى شيئا، بخلاف النسخ، النسخ هو إلغاء للحكم بالكلية، لا يبقى المنسوخ لا يبقى فيه شيء. قال: وإن اختلف سببهما، هذه الحالة الأخيرة
من أحوال ورود المطلق والمقيد في النصوص الشرعية. قال: وإن اختلف سببهما كالرقبة في الظهار فتحرير رقبة، وكذلك في كفارة اليمين أو تحرير رقبة، والرقبة في القتل فتحرير رقبة مؤمنة. فالصحيح عن أحمد رحمه الله تعالى الحمل، يعني حمل المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتفق الحكم، وحينئذ يكون الواجب في كفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة حملاً للمطلق في صورة المجادلة على المقيد في صورة النساء. وهذا الذي اختاره أحمد هو قول أكثر العلماء، يعني هو قول الشافعية وقول بعض المالكية، والمخالف هم الحنفية، وقيل إن أكثر المالكية موافقون للحنفية في هذه المسألة على خلاف شديد في المذهب المالكي هل يحمل المطلق على المقيد أو لا، لكن يبدو الله أعلم أن أكثر المالكية في هذه المسألة مع الحنفية في أن المطلق لا يحمل على المقيد. قال: فعنه، هذه فاء التفصيل، يعني الإمام أحمد يرى أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتفق حكم المطلق والمقيد واختلف سببهما، لكن الحمل، حمل المطلق على المقيد، هل هو من جهة لغة العرب أو من جهة قياس المجتهدين؟ هل هو وضع اللغة أو هو قياس الفقهاء؟ كلاهما محتمل. فلهذا قال: فعنه، أي فعن الإمام أحمد، رواية مرجوحة أنه يحمل لغة، يحمل المطلق على المقيد من باب اللغة، وهو قول بعض الشافعية وبعض المالكية، لأن العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع، بل جاء التنزيل بذلك، التنزيل الحكيم جاء بذلك: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يعني والذاكرات الله كثيرا، حملا للمطلق على المقيد. قال: اختاره القاضي، نعم هو اختيار القاضي أبي على شيخ المذهب، وقال: أكثر كلام أحمد عليه، يعني أكثر كلام أحمد في الفقه، في مسائل الفقه، يدل على أن الحمل المطلق على المقيد هو من جهة اللغة، فيكون النصان الشرعيان كالنص الواحد، فلا يتدخل المجتهد حينئذ، إنما هو وضع اللغة هكذا. قال: وعنه، أي وعن الإمام أحمد، رواية، وهي الرواية الراجحة والله أعلم، قياساً اختاره أكثر أصحابنا، نعم هو مذهب أكثر الحنابلة وأكثر الشافعية وبعض المالكية. كيف يعني نقول هكذا، نقيس الرقبة في كفارة الظهار على الرقبة في كفارة القتل بجامع أن كل منهما كفارة عن ذنب، فيجب أن تكون الرقبة مؤمنة في كفارة الظهار كما كانت في كفارة القتل. هذا قياس مستجمع للأركان الأربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. وهذا الثاني قوله وعنه قياسا، هذا مبني على جواز تخصيص العام بالقياس، فكذلك يجوز تقييد المطلق بواسطة القياس. وعن أحمد رواية ثالثة لم يذكرها المؤلف رحمه الله، وهو أنه لا يحمل المطلق على المقيد، رواية ثالثة أيضا مذكورة عن أحمد، لا يحمل المطلق على المقيد ما دام أن السبب مختلف، لأن الأسباب كالأحكام، فيعمل بكل منهما في بابه. وهذه الرواية توافق مذهب الحنفية ومذهب
أكثر المالكية، والله أعلم. تفضل. وقال طائفة من محققي أصحابنا وغيرهم كذا ذكره ابن اللحام، وذكر ابن مفلح بأن بعض أصحابنا حكاه عن الأئمة الأربعة. والمطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات للنفي، كالماء والرقبة وعقد النكاح الخالي عن وطئ يدخل في قوله ولا تنكحوا حتى تنكح، ولو حلف لا يتزوج حنث بمجرد العقد. أحسنت. يقول: وقال الطائفة شروع في مسألة جديدة ختم بها هذا الفصل، فصل المطلق والمقيد. فقال: وقال الطائفة من محققي أصحابنا وغيرهم، ثم فصل بين القول ومقول القول بجملة اعتراضية ذكر فيها، سمى فيها من حكى هذه المسألة، فيقول: ذكره ابن اللحام وذكره ابن مفلح أنه قول الأئمة الأربعة. والحقيقة أن حكاية ابن مفلح لمذهب الأئمة الأربعة إنما كان في بعض الأمثلة الفقهية للمسألة وليس في الأصل، فليتنبه لهذا. إذن كذا ذكره ابن اللحام وابن مفلح عن الأئمة الأربعة خلافا للظاهرية، أن المطلق، الآن بداية المسألة، بداية مقول القول، المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في الإثبات لا في النفي، هذه قاعدة. المطلق من الألفاظ الواردة في النصوص الشرعية يتناول الكامل من المسمى، يحمل على كامل معناه، لكن في حال الإثبات. أما في حال النفي فيصح إطلاقه على الكامل وعلى الجزء، يعني يصح إطلاقه على الجزء، على جزء المعنى. قال: كالماء والرقبة وعقد النكاح الخالي عن وطئ. عقد النكاح الخالي عن وطئ، هذا هو مسمى، بعض مسمى النكاح، ليس مسمى النكاح. مسمى النكاح الكامل هو أن يعقد ويطأ، هذا مسمى، لكن أن يعقد فقط هذا بعض المسمى. طيب، حينئذ نطبق عليه قاعدة الإثبات والنفي. كيف؟ في الآية الكريمة: ولا تنكحوا المشركات، وفي آية أخرى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هذا نفي. وفي حال النفي يصح أن يراد جزء المسمى، فحينئذ يكون المنهي عنه هو العقد، يعني حتى مجرد العقد لا يحل. لكن تعالوا إلى الإثبات: فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح، هذا إثبات، هكذا يقول المؤلف. وحينئذ اشترط في حلها لمطلقها الأول مسمى النكاح الكامل، المسمى الكامل للنكاح، وهو أن يعقد عليها الثاني وأن يطأها، هكذا يقول المؤلف. وثم مثله بمثال آخر فقال: لو حلف وقال: والله لا أتزوج، متى يحنث؟ قال: حنث بمجرد العقد، لأنه بعض المسمى، بعض مسمى النكاح، لأن السياق سياق نفي. لكن لو قال: والله لا أتزوجن، هذا إثبات. فقال ابن مفلح: لا يحنث بمجرد العقد، إنما يكون حانثا إذا عقد ووطئ. طبعا هي مسألة خلافية، الصورة الأخيرة فيها خلاف، لكن القدر، يعني هذه المسألة محل بحث وتحتاج إلى مزيد استقراء. إلا أن الشيء الذي لا يشك فيه هو أن الواجبات المطلقة تقتضي السلامة، يعني الواجبات الشرعية إذا جاءت مطلقة تقتضي السلامة من العيوب. الرقبة إذا قال: فتحرير الرقبة، تقتضي أن تكون رقبة
صحيحة لا سقيمة ولا معيبة في خمس من الإبل شاه وأطلق، إذن نقول الشاه يجب أن تكون سليمة من العيوب صحيحة، وهكذا ينبغي حمل الواجبات الشرعية المطلقة على السلامة من العيوب. كذلك هو ذكر الماء، أليس كذلك؟ طيب حتى الماء إذا أمر بالوضوء بالماء فيجب أيضا أن يكون ماء يعني صحيحا طهورا، يعني لا يخالطه شوائب من النجاسات أو الأشياء التي تغيره حتى لو لم يقيد ذلك، وهكذا. وبهذا انتهى فصل المطلق والمقيد، والآن ننتقل إلى فصل جديد وهو المجمل والمبين. فقال قال رحمه الله: المجمل أي تعريفه وله معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، فهو لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض آحادها عن بعض، وهو شرعا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، هذا هو المختار عند أصحابنا. وهو أي المجمل إما في المفرد كالعين والقر والجون والشفق، هذا في الأسماء، وعسعس وبان في الأفعال، وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو والراسخون، وكذا تردد من بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم في الحروف، أو هو في المركب كتردد الذي بيده عقدة النكاح بين الولي والزوج. وقد يقع الإجمال من جهة التصريف كالمختار والمغتال، يقع للفاعل والمفعول بإعلاله بقلب يائه المكسورة أو المفتوحة ألفا. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: المجمل أي تعريفه له معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح، كما هو معروف في المصطلحات الأصولية وغير الأصولية. قال: فهو لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد آحادها عن بعض. هذا صحيح، هذا أحد معنيي المجمل. إذن المجمل معناه ماذا؟ المجموع. أنت إذا اشتريت أشياء كثيرة متعددة وأتيت إلى البائع تقول: كم مجمل الحساب؟ يعني مجموع الحساب، ومنه البيع بالجملة من هذا المعنى. إذن الجملة معنى الإجمال معناه المجموع، وللإجمال معنى آخر أليق بالمعنى الإصطلاحي عند المتأخرين، وهو المبهم. حين تقول: أجمل الأمر علي، يعني أبهم الأمر علي. وحين تقول: أجمل الكلام فلم أدري مراده، يعني أبهمه فلم أهتدي إلى مقصوده. إذن المجمل في اللغة له معنيان، والمعنى الثاني هو الأنسب. أما المعنى الأول فهو صحيح أيضا، لأن العام يسمى مجملا، لكن عند كثير من المتقدمين، كثير متقدمين يسمون العام مجملا، وهو حينئذ يليق بالمعنى اللغوي الأول الذي هو بمعنى المجموع، لأن العام هو مجموع الأفراد، مجموع الأفراد الذي يدل عليه اللفظ. ثم قال: وهو شرعا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء. نعم، هذا معنى الإصطلاحي للمجمل، لفظ يرد في النص الشرعي ويحتمل معنيين أو ثلاثة أو أكثر على السوية، بأن تكون كلها حقائق، كالعين تطلق بمعنى الذهب والفضة والعين الباصرة والعين الجارية إلى آخره، على السواء كلها حقائق. قال: هذا هو المختار عند أصحابنا، يعني هو عند بعض أصحابنا، لو قال عند بعض لكان أحسن،
لأن الأصحاب يعني الحنابل مختلفون في تعريف المجمل اختلافا كثيرا. وللمجمل معنى آخر صحيح أيضا، فيكون الذي ذكره المصنف رحمه الله في المعنى الإصطلاحي للمجمل هو أحد معنيه، وهو ما لا يعرف معناه من لفظه. فإذا المجمل شيئان، ما لا يعرف معناه من لفظه أو يعرف له معاني متعددة متساوية، كلاهما يصدق عليه أنه مجمل. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات والعلامات التي تكون في آخر الزمان ماذا قال؟ قال وينطق الرويبضة، هذا مجمل ولا لا؟ هذا مجمل، ولهذا سأل عنه الصحابة رضي الله عنه، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه بقوله الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، صار مبينا. قال وهو أي المجمل إما في المفرد كالعين والقرء والجون والشفق. الإجمال قد يكون في اللفظ المفرد يعني الذي هو كلمة واحدة، مثل كلمة عين ذكرنا أن من معانيها العين الباصرة والعين الجارية والشمس والذهب والفضة ورفيع القوم وغير ذلك. قال والقرء، والقرء هو الحيض أو هو الطهر، فهو مجمل يحتاج إلى بيان. والجون يطلق على الأبيض وعلى الأسود، والشفق يطلق على الحمرة التي تكون معترضة في السماء وعلى البيض، كلاهما يسمى شفقا. قال هذا في الأسماء، ويكون في الأفعال مثل عسعس والليل إذا عسعس، فإن عسعس يأتي بمعنى أقبل ويأتي بمعنى أدبر، معنيان كلاهما من لغة العرب على الحقيقة. بان بمعنى ظهر واتضح، ويأتي بمعنى خفي وغمض، فهو من الأضداد أيضا فيكون مشتركا يحتاج إلى بيان. قال وتردد الواو بين العطف والابتداء، وتردد الواو، الواو العاطفة، الواو الحرف يعني، بين العطف وبين الابتداء، في نحو قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. الواو هذه إما أنها ابتدائية فيكون الراسخون غير عالمين به بالمتشابه يعني، وقد تكون عاطفة فيكون الذي يعلم تأويله هو الله، وكذلك الراسخون في العلم يعرفون معنى المتشابه. ثم قال وكذا تردد من الجارة بين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيمم، في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من هذه الجارة تحتمل أنها للتبعيض، فينبني عليه أن بعض هذا الصعيد يجب أن يصل إلى وجهك ويديك، فينبني عليه أن الذي يصح التيمم به هو التراب الذي له غبار، لأنه حينئذ ممكن أن يصل إلى الوجه واليدين. وإذا قلت إن من لابتداء الغاية فمعناها ابتدئوا مسح وجوهكم وأيديكم من الصعيد، وحينئذ لا يلزم أن يكون تراباً وأن يكون له غبار. قال في الحروف، وبهذا نعرف أن المجمل يدخل الأسماء ويدخل الأفعال ويدخل الحروف، لأن الكلام فيما إذا تعدد معنى اللفظ وكانت هذه المعاني متعددة متساوية، فيحتار عندها المجتهد أي المعاني مقصودة ويحتاج إلى مرجح حينئذ. وهذا يتصور في الاسم والفعل والحرف، لأن كل هذه الثلاثة لها معاني، إلا أن الحرف معناه يتوقف على السياق، معناه يتعلق بغيره.
قال أو هو في المركب، يعني كما أن الإجمال يكون في اللفظ المفرد فهو أيضاً يكون في اللفظ المركب، كتردد قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح بين الولي وبين الزوج، وهذا لفظ مركب، الذي بيده عقدة النكاح أربع كلمات فهو مركب وهو متردد أي مشترك بين معنيين صحيحين. الولي كما يقوله المالكية أو الزوج كما يقوله الجمهور، وكلاهما صحيح، يعني كلاهما أقصد صحيح من حيث صحة الحمل عليه، يعني الزوج يصدق عليه أنه بيده عقدة النكاح، والأب أيضاً هو الذي عقد للرجل النكاح فهو أيضاً بيده عقدة النكاح. قال وقد يقع الإجمال من جهة التصريف كالمختار والمغتال، يقع للفاعل والمفعول. المختار قد يطلق على الشخص الذي اختار رجلاً من بين الناس، وقد يطلق على الرجل الذي اختير ووقع عليه الاختيار، كلاهما صحيح في لغة العرب. المغتال قد يقع على الشخص القاتل الذي قتل قيلة، وقد يطلق على الذي اغتيل أي وقعت عليه القتل. قال بإعلاله بقلب يائه المكسورة أو المفتوحة ألفا، المكسورة حين يكون اسم فاعل والمفتوحة حين يكون اسم مفعول، فتقول مختير ومختير، مغتيل ومغتيل، وهذا ثقيل على لسان العرب، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فتقلب الياء ألفا كما عرف في علم الصرف فيصير مختارا ومغتالا. نعم تفضل يا شيخ. قال ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان، نحو حرمت عليكم الميتة وأمهاتكم اختاره الأكثر، وقيل بلى اختاره أبو الفرج المقدسي وعليه أكثر الحنفية، ثم هو عام عند ابن عقيل والحلواني، وقيل ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها، قطع به في التمهيد والروضة. أحسنت. هذا شروع في مسألة من مسائل هذا الفصل، فقال ولا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان. الأصل أن التحريم حكم شرعي فيتعلق بأفعال المكلفين كما قد علم من قبل، فالتحريم إذن يضاف إلى الأفعال، لكن إذا وجدنا في النص الشرعي التحريم يضاف إلى الأعيان أي الذوات، فهل يكون مجملاً؟ لأن هذا شيء خلاف الأصل غير المعتاد. هل يكون مجملاً لأن الفعل الذي يتعلق به التحريم غير معلوم، أو لا يكون مجملاً لأنه أي الفعل قد علم من جهة العادة واستقراء نصوص الشرع؟ وضحت المسألة؟ ثم مثل المؤلف لذلك بقوله رحمه الله، مثل بقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فماذا قال؟ قال اختاره الأكثر. نعم، قول أكثر العلماء من المذاهب الأربعة إلى أن إضافة الشرع للتحريم إلى الذات والعين لا يقتضي إجمالاً، لا يقتضي إجمالاً. قال وقيل بلى، هذا القول الثاني، يعني وقيل بلى يكون مجملاً فيحتاج إلى توقف من المجتهد ونظر وتأمل في ما هو الفعل المحرم في هذه الآية في هذا النص الشرعي. قال اختاره أبو الفرج المقدسي الحنبلي تلميذ القاضي أبي يعلى، وعليه أكثر الحنفية، هذا النسبة هذه فيها شيء من يعني النظر، لأن أكثر الحنفية لا يقولون أنه مجمل، وإنما قاله منهم الكرخي
أبو الحسن الكرخي وتلميذه أبو عبد الله البصري، هما اللذان قال بهذا القول. وأما أكثر الحنفية فمع الجمهور أنه لا إجمال في هذه النصوص الشرعية التي أضيف فيها التحريم إلى الأعيان والذوات، وهو أيضا قول بعض الشافعية، أعني المذهب الثاني. إذا القول الثاني قول أبي الفرج وبعض الشافعية وبعض الحنفية. قال: ثم هو عام. ثم تفريع على ماذا؟ على أنه ليس مجملا. نعم، يعني إذا قلنا إن هذه النصوص ليست مجملة التي أضيف فيها التحريم إلى الأعيان، فماذا يكون مدلولها حينئذ؟ قال: اختلفوا فيه. يعني أصحاب المذهب الأول هم أنفسهم اختلفوا في تعيين الحكم بعد أن اتفقوا على أنها ليست مجملة. قال: ثم هو عام عند ابن عقيل والحلواني. هو عام، يعني ماذا؟ يعني إذا قال مثلاً حرمت عليكم الميتة، يعني كل شيء في الميتة، سواء أكلها أو انتفاع بجلدها أو حتى النظر إليها أو لمسها، كل فعل يصدر من الآدمي تجاه هذه العين والذات يكون محرما، وحينئذ يبحث فقط في المخصصات ما الذي يخرج من هذا التحريم. هذا قول أصحاب المذهب الأول. قال: وقيل القول الثاني الذي عليه الأكثرون، أكثر العلماء، وقيل ينصرف إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها، قطع به في التمهيد والروضة. قطع به أبو الخطاب في التمهيد وابن قدامة في الروضة. هذا القول الثاني الذي عليه الأكثر، أنه ينصرف إطلاق التحريم في كل عين، أي في كل ذات، إلى الفعل المقصود الذي يليق بتلك العين، يعني الفعل المعتاد في مثلها. كيف هذا؟ يعني إذا قال حرمت عليكم أمهاتكم، المعنى أي نكاحهن، حرمت عليكم الميتة أي أكلها، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنوب ولا حائض أي دخوله، إذا قال الأب لابنه حرمت عليك الطائرة، يعني ركوبها، وهكذا، يعني في كل عين تصرف إلى الفعل المعتاد الذي اعتاد الناس، إذا أطلقوا الذات هذه الذات أريد ذلك الفعل، وحينئذ نرجع في ذلك للعادة. نعم، تفضل يا شيخ. قال: ولا إجمال في نحو وامسحوا برؤوسكم، اختاره الأكثر خلافا لبعض الحنفية، وحقيقة اللفظ مسح كله عند أحمد وأكثر أصحابه، أو بعضه عند الشافعي وأكثر أصحابه. ولا إجمال في رفع عن أمة الخطأ والنسيان عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، بل هو من دلالة الإضمار وقد تقدمت. ولا إجمال في نحو لا صلاة إلا بطهور، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ولا نكاح إلا بولي، اختاره الأكثر خلافاً لبعض الشافعية والحنفية، ويقتضي نفي الصحة عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، وعمومه مبني على دلالة الإضمار كما سبق. ومثل المسألة إنما الأعمال بالنيات، ذكره صاحب المحرر. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: ولا إجمال في نحو قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، خلافاً لبعض الحنفية، يعني سبق معنا أن الإجمال يدخل الاسم ويدخل الفعل ويدخل الحرف، وهنا يوجد حرف من حروف المعاني وهو الباء، والباء لها أكثر من معنى، فيحتمل أن الباء في قوله برؤوسكم أنها للإلصاق، ويحتمل أنها للتبعيض، وهذه المعاني كلها معاني معروفة للباء،
وإذا تردد اللفظ الواحد بين معنيين أو أكثر صار مجملا. هذا حجة من قال إن الآية مجملة. لكن الأكثرين كما ذكر المؤلف رحمه الله أنهم لا يرون أن الآية مجملة. لماذا لا يرون أنها مجملة والباء ترد لمعنيين؟ قالوا لأن الباء هي أصلاً للإلصاق، المعنى الحقيقي للباء هو ماذا؟ الإلصاق. فالبعضية إما أنه شيء مجازي أو شيء لا يصح عن العرب، وحينئذ فاللفظ إنما يحمل على ظاهر معناه، وظاهر معناه هو ماذا؟ الإلصاق، يعني ألصقوا أيديكم برؤوسكم في الوضوء. لكن بعد هذا يقع خلاف، وهو هل يمسح الأكثر أو الأقل، وهي مسألة فقهية، وذكرها المؤلف كالاستطراد، فقال وحقيقة اللفظ مسح كله. لا نعم، ذكره على أنه من حقيقة اللفظ، يعني الباء للإلصاق، ومسح الشيء يقتضي مسح جميعه، إذا قيل امسح رأسك يعني كله، أما لو أراد البعض لقال امسح بعض رأسك. قال عند أحمد وأكثر أصحابه، وأيضا قول مالك رحمهم الله جميعا، هذا قول الحنابلة المالكية أنه يجب مسح جميع الرأس. ثم قال أو بعضه عند الشافعي وأكثر أصحابه، وهو أيضا قول الحنفية أنه يمسح البعض، إلا أنهم اختلفوا في تقدير هذا البعض، فالحنفية عندهم بمقدار الناصية أي ربع الرأس، والشافعية عندهم أقل ما يسمى مسحا ولو شعر يعني. قال ولا إجمال في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان عند الأكثر. نعم، هو قول الأكثر من الحنابلة، وقول أكثر العلماء أن الحديث ليس مجملا وإنما هو مبين. لما مبين؟ قال لأن هذا دلالة الحكم فيه هي من قبيل دلالة الإضمار، ودلالة الإضمار ليست من قبيل المجملات. طبعا هكذا يقول المؤلف، وكلامه صحيح، لولا أن الإشكال هو عند تعدد المضمرات، يعني عند اختلاف الأئمة في تعيين المضمر مع احتمال اللفظ لأكثر من مضمر، فحينئذ يقع الإجمال إذا تعددت المضمرات وتساوت، فحينئذ يصدق فعلا عليه أنه مجمل ويحتاج إلى ترجيح. وخالف في المسألة بعض المعتزلة، ونسب أيضا للحنفية، حيث قالوا إن هذا الحديث هو من قبيل المجمل، ولهذا ما يصح حمله على ظاهره، بل لابد من التوقف عنده لمعرفة معناه، وما يوجب التوقف ولا يمكن الحمل على ظاهره يصدق عليه أنه مجمل. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا إجمال في نحو لا صلاة إلا بطهور، وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي اختاره الأكثر. قبل أن نشرح المسألة، القاعدة الأصولية قاعدة كلية، قاعدة كلية، فما يذكر من أحكام فقهية أو نصوص جزئية إنما هو على سبيل ضرب المثال. فلهذا عاب بعض الأصوليين على بعض المصنفين في أصول الفقه حين يبتدئ المسألة بمثال جزئي أو بنص جزئي، يعني بمعنى لا يجعلها هي مدار المسألة، وكأن الخلاف هو في نفس هذا الحديث لا صلاة إلا بطهور، لا يصح، وإنما يجب أن يجعل المسألة يعني جملة خبرية كلية تتناول فروعاً، ثم يجعل هذه الأحاديث أو الأحكام أمثلة
لها. واضح؟ يعني هنا يقول ماذا؟ ماذا ينبغي أن يقول؟ النفي إذا تسلط على اللفظ الشرعي هل يكون مجملا لأنه يحتمل نفي الكمال ونفي الصحة، أو يكون مبينا؟ يعني نفي الذوات والأفعال هل هو من قبيل المجمل أو من قبيل المبين في هذه المسألة؟ وفي التي قبلها كذلك نفس الكلام يقال فيه حين قال لا إجمال في رفع عن أمة الخطأ والنسيان. أيضا كان ينبغي أن يقول النص الشرعي الذي لا يصدق حمله على ظاهره بل لا بد فيه من إضمار، هل هو من قبيل المجمل أو من قبيل المبين؟ حينئذ يصح الكلام لأنه جعلها مسألة كلية ويجعل ما ذكر هنا أمثلة لها. فماذا قال؟ لا صلاة إلا بطهور، يعني طبعا الحديث بمعناه ما جاء هكذا لا صلاة إلا بطهور، لكن الأصوليين يروونه بالمعنى، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا نكاح إلا بولي، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ومثل هذه الأحاديث هل تكون مجملة أو مبينة؟ قال اختار الأكثر أنها ليست مجملة، خلافا لبعض الشافعية وبعض الحنفية وليس كله، وهو أيضا قول بعض الحنابلة وبعض المالكية اختاروا هذا القول، أعني أنها تكون مجملة يجب عندها التوقف والتأمل والبحث. قال ويقتضي نفي الصحة، هذا تفريع على القول الأول وهي أن هذه النصوص ليست مجملة وإنما هي مبينة. فيقول قائل مبينة فكيف يكون معناها إذن؟ قال ويقتضي أي النص الشرعي نفي الصحة عند الأكثر، يقتضي نفي الصحة يعني لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة إلا بطهور، لا صيام صحيح لمن لم يبيت الصيام من الليل، وهكذا في البقية، لأن هذا صار عرفا للشارع، يعني صار بالاستقراء صار عرفا للشارع فينبغي الحمل عليه. قال عند الأكثر من أصحابنا، وهو قول أيضا بعض الشافعية. ثم قال وغيرهم، وعمومه مبني على دلالة الإضمار. طبعا هو سكت المؤلف عن القول الثاني لأن بعضهم يقول هو ليس لنفي الصحة وإنما هو لنفي الكمال، وهو قول بعض الشافعية وبعض الحنفية. ثم قال وعمومه مبني على دلالة الإضمار كما سبق، هذا في معنى حكاية مذهب ثاني في المسألة وإن لم يصرح به، يعني كأن قائلا يقول لا نقول نفي الصحة فقط بل تحمل هذه الأحاديث على نفي الصحة ونفي الكمال معا. لما؟ ما الذي أحوجهم لهذا؟ قالوا لأن هذا وقع بدلالة الإضمار، ودلالة الإضمار عامة كما سبق معنا في باب العام لأنها من قبيل العموم المعنوي، وحينئذ يصير المعنى لا صلاة كاملة وصحيحة إلا بطهور، لا صيام كامل وصحيح إلا بتبييت النية من الليل، وهكذا في البقية. ولا شك أن في هذا بعدا، المذهب الثاني هذا فيه بعد. لماذا فيه بعد؟ لأننا إذا قلنا إنه لا صلاة كاملة معناها أنها أجزأت لكن نقص من أجره، وإذا قلنا لا صلاة صحيحة فهو معنى ينافيه، فكيف يجمع بينهما بدعوى العموم؟ لا يمكن الجمع بين المتضادات. ثم قال ومثل المسألة، يعني يكون في حكم المسألة أيضا
قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ذكره صاحب المحرر مجد الدين ابن تيمية. لماذا؟ قالوا لأنه في معنى لا عمل إلا بنية، فيصح دخوله في المسألة. نعم، تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: ورفع إجزاء الفعل نص، فلا يصرف إلى عدم إجزاء الندب إلا بدليل ذكره غير واحد من أصحابنا. ونفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، ذكره ابن عقيل وغيره، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ولا إجمال في نحو: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، عند الأكثر خلافا لبعضهم. أحسنت. يقول: ورفع إجزاء الفعل نص، وسكت. هو الكلام كما قلنا المؤلف رحمه الله يطوي الكلام، لأنه وإن كان شرحا إلا أنه يختصر فيه. ورفع أي الشارع إذا رفع إجزاء فعل للآدمي فإنه يكون نصا في عدم امتثال الواجب، هذا تقدير كلامه، نص في عدم امتثال الواجب. قال: فلا يصرف إلى عدم إجزاء الندب، يعني لا يقال إن معناه أن هذا الفعل المندوب لا يجزئه، ما يصح هذا. ما دام قال لا يجزئ فاعرف أن هذا الفعل واجب في تلك العبادة. كيف يعني؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فيدل ماذا؟ على أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة. لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني لا يطمئن في الركوع والسجود، فيدل على أن الطمأنينة في الركوع والسجود واجبة متعينة. وحينئذ يحمل يكون هذا نصا في ماذا؟ في عدم امتثال الواجب، لا عدم امتثال المندوب. قال: ذكره غير واحد من أصحابنا. ونفي قبول الفعل يقتضي عدم الصحة، إذا نفى الشارع قبول العمل بوصف ما فيقتضي أنه لم يصح عمله، فيكون اجتمع عليه شيئان: أن الله لم يقبل عمله ولم يثبه عليه، وأنه لم تصح منه العبادة فيحتاج إلى الإعادة. قال: ذكره ابن عقيل وغيره، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فيدل على ماذا؟ على أن الصلاة بغير طهارة لا تجزئ، وأن عليه الإعادة، يذهب ويتوضأ ويصلي. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نفي القبول يدل على نفي الصحة، فمعناه أن المرأة البالغة إذا صلت ورأسها مكشوف ليس عليه خمار فإن صلاتها غير صحيحة، وعليها أن تعيد العبادة إعادة صحيحة. وقال بعضهم إنه يكون مجملا. لماذا يكون مجملا؟ قالوا: لاحتمال أن النفي هو لقبول العمل في الآخرة، ويحتمل أنه لقبول العمل في الآخرة وصحة العبادة في الدنيا،
وإذا تردد النص بين معنيين صار مجملا. هكذا قيل. قول ثاني في المسألة، فيحتاج حينئذ إلى الدليل. يعني المخرج من هذا هو ماذا؟ الدليل. ومن الأدلة التي قد تدل على إرادة نفي الصحة أو نفي القبول فقط، منها يعني فقط الإجماع. فإن الإجماع منعقد على أن المرأة البالغة إذا صلت بلا خمار فإن صلاتها فاسدة بإجماع العلماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافاً فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوماً، نفى القبول عن عمله. لكن هنا لا يقول نفي الصحة، لأن الإجماع انعقد على أنه لا يعيد صلاة 40 يوم، حينئذ لابد من التماس الدليل الذي يبين هل المراد نفي القبول فقط أو نفي الصحة والقبول. فلهذا ذهب بعض الشافعية وأكثر المعتزلة إلى أنه مجمل، فالمسألة فيها خلاف. ثم قال: ولا إجمال في نحو قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، عند الأكثر خلافا لبعضهم. هذه أيضا مسألة. ذهب أكثر العلماء إلى أن هذه الآية، آية السرقة، ليست مجملة، بل هي من قبيل المبين. وذهب بعض الحنابلة وبعض الشافعية إلى أنها من قبيل المجمل. لما الآية مجملة؟ قالوا: لأنه سبحانه وتعالى يقول: فاقطعوا أيديهما. واليد، اليد في لغة العرب تطلق إلى على الكف، وتطلق على اليد إلى المرفق، وتطلق على اليد إلى المنكب، وكل هذه المعاني صحيحة في لغة العرب. وإذا تعددت المعاني مع التساوي فإن الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، يعني يكون مجملا كما مر معنا في أول الفصل. طيب، الذين قالوا وهم الجمهور أنها ليست مجملة يحملونها على ماذا؟ قالوا: اليد هنا في الآية معناها إلى المنكب. اسمعوا الكلام للأخير، ما انتهى كلامه. قالوا: اليد في الآية حقيقتها إذا أطلقت كما في الآية هنا أنها من أطراف الأصابع إلى المنكب. والدليل على هذه الحقيقة أنه لما نزل قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، في التيمم ذهب الصحابة رضوان الله عليهم فمسحوا بالتراب إلى الإبط، إلى المنكب، كما ورد في الرواية في الحديث الصحيح. فدل على أنه يفهم من اليد إذا أطلقت معنى واحد وهو إلى المنكب. فما دل على معنى واحد هل هو من قبيل المجمل أو من قبيل المبين؟ من قبيل المبين، لأن شرط المجمل كما سلف أن تكون المعاني متساوية في الحقيقة، وهنا لا يوجد تساوي. ثم قالوا: بعد ذلك اللفظ قد يصرف عن حقيقته إلى مجازه بدليل. وصرف اللفظ إلى عن حقيقته إلى مجازه بدليل قاعدة صحيحة ومتعينة، عند وجود القرينة ينقلب الأمر، يصير المجاز هو المقصود الذي يجب العمل به. وقد دلت السنة المشرفة على أن قطع السارق إنما يكون إلى مفصل الكف، فحينئذ يعمل به من هذا الباب. كأنهم يقولون: لو خلينا والآية فقط لوجب قطع اليد إلى من المنكب. نعم، تفضل. قال: ولا إجمال في وأحل الله البيع وأحل الله البيع عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم خلافا للحلواني وبعض الشافعية. نعم، نأخذ مسألة هذه، لأن ما بعدها نريد نقرأها قراءة واحدة. نعم، نشرح هذه المسألة إن شاء الله. أقول نشرح هذه الآن. قال: ولا إجمال في قول الله تعالى: وأحل الله البيع، عند أكثر العلماء من أصحابنا ومن غيرهم. نعم، أكثر العلماء
على أن الآية الكريمة من قبيل المبين لا من قبيل المجمل، فلا تحتاج إلى توقف. لما؟ لأن البيع محل بأل، وأل الاستقراقية تفيد العموم، بل حتى أل الجنسية تفيد العموم، فمعناها أحل الله كل بيع. وهل العام من قبيل المجمل أو من قبيل المبين؟ من قبيل المبين، العمومات والمطلقات هذه كلها من قبيل المبين لا من قبيل المجمل، هذا قول الأكثرين. قال: خلافاً للحلواني وبعض الشافعية وبعض الحنفية أيضاً، قالوا هي من قبيل المجمل. لما من قبيل المجمل؟ قالوا لأن العموم فيه تردد، العموم الذي تزعمونه فيه تردد، يحتمل أنه مقصود ويحتمل أنه غير مقصود، وعند تعدد الاحتمال كما قلنا يصير اللفظ مجملا. يحتمل أنه مقصود كما قلتم أنتم، ويحتمل أن العام غير مقصود، لأن الآية في قوله تعالى: وحل الله البيع إنما سيقت للرد على المشركين الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، فرد الله عليهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا، أي أن بينهما فرقا في الدين، فالبيع حلال في الدين والربا حرام، فكيف تسوون بينهما؟ فهذا هو المقصود. فحينئذ إذا كان هذا المقصود لا يصح حمل اللفظ على عمومه كما مر معنا. فمع التردد بين احتمال العموم واحتمال عدم إرادة العموم، يجب التوقف إلى أن يوجد دليل خارجي يعين أحد المعنيين. نعم، تفضل. قال: وما له محمل، وما له محمل لغة ويمكن حمله على حكم شرعي كالطواف بالبيت صلاة، يحتمل كالصلاة حكما، يحتمل كالصلاة حكما، ويحتمل أنه صلاة لغة للدعاء لا إجمال فيه على الأصح، اختاره الأكثر خلافا للغزالي وبعض أصحابنا. وما له حقيقة لغة وشرعا كالصلاة غير مجمل وهو للشرع، اختاره أبو الخطاب والشيخ وغيرهما. وقيل: بلى هو مجمل، نص عليه أحمد وقاله الحلواني. الحلواني. حلواني. نعم. يعني هاتان المسألتان فيهما شيء من التشابه. المسألة الثانية هي المسألة المشهورة المسطورة في كتب الأصول، المسألة الثانية، وهي أن اللفظ الشرعي، يعني الأسماء الشرعية، أي الألفاظ التي وردت في نصوص الشرع وقد استعملها الشارع استعمالاً جديداً لا تعرفه العرب، فصار لللفظ حقيقتان، حقيقة في اللغة وحقيقة في الشرع، فعلى أيهما يحمل؟ هذه المسألة الثانية، وهي المسألة المشهورة. مثل مسألة ماذا؟ مثل لفظ ماذا؟ صلاة وزكاة وحج وصوم إلى آخره. أما المسألة الأولى فمعناها أن اللفظ الوارد في النص الشرعي وله محمل في اللغة، يعني له معنى في اللغة يصح أن يحمل عليه، وله محمل على حكم شرعي، هذا الحكم لا يمكن أن يرد إلى الحقيقة الشرعية إلا بضرب من التجوز، فحينئذ هذه المسألة يعني الخلاف فيها أقوى من الخلاف في المسألة الأخيرة. لما؟ لأن حينئذ يكون قد تعارض في اللفظ حقيقته اللغوية ومجازه الشرعي، وليس بين حقيقته اللغوية وحقيقته الشرعية. كيف؟ بالمثال سوف يتضح. الطواف بالبيت صلاة، فيحتمل أن يقول الصلاة هنا بمعناها اللغوي، ويقوي هذا المعنى أن الطواف فيه الصلاة اللغوية التي هي الدعاء، بل كله دعاء. ويحتمل أن يقال: لا، الصلاة ليست بمعناها اللغوي، وإنما المعنى أنها كالصلاة، يعني ما نستطيع أن نقول صلاة هنا هي الصلاة الشرعية، لا يصح الحمل على هذا، لأن الطواف بالبيت ليس فيها ركوع وسجود وقراءة الفاتحة والتشهد، ليس فيها هذا،
لكنها تحمل على حكم من أحكام الصلاة، وهو ماذا؟ الدعاء، وجوب الطهارة، ستر العورة، كل هذه المعاني صحيحة بالطواف. لكن هناك معاني شرعية من الصلاة ما تجب، مثل ماذا؟ قراءة الفاتحة، استقبال القبلة ونحو ذلك. فهذا هو معنى المسألة. إذا كان لللفظ الوارد في النص الشرعي محمل لغوي، يعني معنى لغوي حقيقي يصح الحمل عليه، وله محمل على حكم شرعي يتصل بالمعنى الحقيقي الشرعي لللفظ لكن بضرب من التجوز والمشابهة ولو في بعض الصور، فحينئذ هل نحمله على المعنى اللغوي أو على الحكم الشرعي؟ فيه خلاف. فقال: يحتمل كالصلاة حكما، ويحتمل أنه صلاة لغة لأجل الدعاء الذي في الطواف. قال: لا إجمال فيه على الأصح، اختاره الأكثر. إذن أكثر العلماء على أنه ليس من قبيل المجاز. لما ليس من قبيل المجاز؟ قالوا: لأن المجاز الشرعي مقدم على المعنى الحقيقي اللغوي. المجاز الشرعي مقدم على الحقيقة اللغوية. قال: خلافاً للغزالي وبعض أصحابنا. نعم، خالف الغزالي وبعض الحنابلة رحمهم الله جميعاً، فقال: هو متردد بين المجاز الشرعي والحقيقة اللغوية، وهما متكافئان. لأن هذا وإن كان مرجوحاً من جهة أنه لغة، معنى لغوي في لفظ شرعي، إلا أنه راجح من جهة أنه حقيقة. وذاك وإن كان راجح من جهة أنه معنى شرعي وهو ورد في لفظ شرعي، إلا أنه مرجوح من جهة أنه مجاز لا حقيقة. فتكافأ حقيقة ومجازا، ومع التكافؤ يجب التوقف فيكون مجملا. هذا وجهة نظر أصحاب المذهب الثاني. قال: وما له حقيقة لغة وشرعا كالصلاة غير مجمل، وهو للشرع. نعم، اللفظ الشرعي كالصلاة والصوم والزكاة إلى آخره، هذا اللفظ إذا ورد في النص الشرعي وله معنى حقيقي شرعي ومعنى حقيقي لغوي، فإنه لا يكون مجملا، من باب أولى. إذا قلنا ليس مجمل، ليس مجملا في الصورة الأولى، فإنه اللي بيصلي على غيره، فمن باب أولى أنه لا يكون مجملا في الصورة الثانية، لأن المعنى الشرعي هنا هو حقيقة وليس مجازا. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان الشرعيات لا لبيان اللغويات، فيكون المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي كالناسخ والمنسوخ. العرب كانت تستعمل صلاة في الدعاء فقط، ثم جاء الشرع وألغى هذا المعنى، وصارت الصلاة لعبادة المعروفة، فيكون كالناسخ المتأخر بعد المنسوخ المتقدم. ثم قال: وهو للشرعي. نعم، يحمل على المعنى الشرعي عند أكثر العلماء، اختاره أبو الخطاب وأكثر الحنابلة، أبو الخطاب والشيخ ابن قدامة وأكثر الحنابلة وأكثر العلماء. ولهذا حمل الحنابلة وبعض الشافعية قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم جزور فليتوضأ. الشاهد في الكلمة الأخيرة فليتوضأ، حملوه على الوضوء الشرعي العبادة المعروفة، وردوا وضعفوا قول من قال إن المراد به المعنى اللغوي وهو النظافة والطهارة والوضاءة، بأن ينظف يده بعد أن مست لحم الجزور في الأكل. قال: وقيل بلى، هذا القول الثاني، يعني وقيل بلى يكون مجملا. لما يكون مجملا؟ قالوا: لأنه، جزاك الله خير، قالوا: لأنه يكون مترددا بين معنيين، واللفظ إذا تردد بين معنيين فإنه يكون مجملا،
هكذا قالوا، وفيه ما لا يخفى عليكم. التردد بين معنيين يكون مجملا عند التساوي، أما عند رجحان أحدهما لا يكون مجملا، لأن اللفظ يجب حمله على ظاهره، والحقائق الشرعية للألفاظ الشرعية هي الظاهر. قال: نص عليه أحمد وقاله الحلواني. نص عليه أحمد، هذه عبارة المؤلف وبعضهم، وإلا فبعض عبارات الحنابلة هو ظاهر كلام أحمد، ما قالوا نص، قالوا ظاهر كلامه، ويبدو والله أعلم أنها الأقرب، أنه ظاهر فقط كلامه وليس أنه نص صريح في المسألة. قال: وقاله الحلواني من الحنابلة. الحلواني مر معنا، إما عبد الرحمن بن محمد بن علي أو محمد ابن علي، يعني إما الابن المتوفى سنة 546 أو الأب المتوفى سنة 505 هجرية، لأن كتب الاثنين مفقودة، فلهذا إطلاق الحلواني هكذا بدون تقييد يتحير معه القارئ أيهما يراد. وهو أيضا قول بعض الشافعية وبعض المالكية ونسب للحنفية. نعم، تفضل يا شيخ. قال: فصل. المبين أي تعريفه وهو يقابل المجمل، فهو اللفظ الذي لا يحتمل غير المراد به بوجه من الوجوه بتبيين من الشارع له. أما البيان فهو إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه له، ذكره القاضي في العدة وغيره من أصحابنا. والفعل يكون بيانا عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم، لأنه عليه السلام بين به الصلاة والحج وغيرهما، خلافا للكرخ وبعض الشافعية. أحسنت. يقول: فصل. المبين الذي هو ضد المجمل. قال: هو ما يقابل المجمل، ما يقابل المجمل، يعني هو عكسه. وعليه فهو اللفظ الذي لا يحتمل غير المراد به بوجه من الوجوه بتبيين من الشارع له. هذا تعريف اللفظ المبين، اللفظ الوارد في نصوص الشرع الذي يوصف بأنه مبين. ما هو؟ هو اللفظ الذي لا يحتمل غير المعنى المراد به بوجه من الوجوه، وكان ينبغي أن يقول من الوجوه الراجحة. من الوجوه الراجحة. لما لابد من هذا القيد؟ لأن اللفظ المبين قد يحتمل غير معناه، لكن احتمالا بوجه، يكون احتمالا بوجه من الوجوه المرجوحة. فلو اشترطنا يعني القطع في البيان ما صح لنا الحمل على ظواهر الألفاظ على معانيها الظاهرة حينئذ، ويتعطل أكثر النصوص الشرعية. ومعلوم أن أكثر النصوص الشرعية مبينة وليست مجملة، فحينئذ لا بد من هذا القيد بوجه من الوجوه الراجحة. قال: بتبيين من الشارع له. هذا صحيح، لكنه أحد الوجهين، يعني أحد المعنيين للمبين. أحد المعنيين هو ما ذكره المصنف، الذي هو اللفظ المجمل الذي بيّنه الشارع، فصار مبيناً بتبيين الشارع له، مثل وآتوا الزكاة، فيقول الناس أول ما جاءت الآية: وما الزكاة التي نؤتيها؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبين بقوله: أنصبة الزكاة، والمال الذي يجب فيه الزكاة وغير ذلك، فصارت الزكاة مبينة بعد التبيين. وآتوا حقه يوم حصاده، فيقول الناس: وما حقه؟ فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويبين هذا، فيقول: فيما سقت السماء العشر، إلى آخر الحديث، فيصير قوله حقه مبينا بعد التبيين. المعنى الثاني للمبين هو ما كان بينا في نفسه، يعني هو في نفسه بين، ما يحتاج إلى بيان أصلا، مثل أكثر الكلمات الواردة في النصوص الشرعية،
السماء والأرض والجبال والبحار إلى آخره، قام وقعد وجلس واتكأ. هذه ألفاظ مجملة أو مبينة؟ هذه مبينة. هل بينت؟ هل جاء نص شرعي يبين معانيها؟ لا، لأنها بينة بنفسها، فالمبين شيئان. قال: أما البيان فهو إظهار المعنى للمخاطب وإيضاحه له، ذكره القاضي في العدة وغيره من أصحابنا. نعم، ذكره ابن مفلح وابن اللحام والمرداوي، ذكره ابن النجار بعد المؤلف. فإذا البيان هو فعل المتكلم الذي بيّن بأن يظهر معنى اللفظ للمخاطب الذي استبهم الكلام واستفهم عنه. قال بعد ذلك: والفعل يكون بياناً عند الأكثر. المراد بالفعل يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بياناً عند أكثر العلماء، أكثر الحنابلة وأكثر العلماء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الشمس والقمر أنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، ماذا قال في آخر الحديث؟ فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا. قوله فصلوا يعني يحتاج إلى شيء بالبيان، هل نصلي؟ يعني كيف نصلي؟ نصلي مثل صلاتنا أو لا؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة الكسوف بالهيئة المعروفة، فيها ركوع زائد وقراءة زائدة، وفيها كذا، يعني فيها أكثر من صفة تخالف الصفة المعروفة، فتكون هذه الهيئة للصلاة بياناً لقوله فصلوا. قال: لأنه شروع في الاحتجاج لمذهب الجمهور، لأنه عليه الصلاة والسلام بيّن به الصلاة والحج وغيرهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحج بقوله وفعله، والصلاة بقوله وفعله، ولم يكن أحدهما كافياً في البيان، بل بعض البيان وقع بالقول وبعض البيان وقع بالفعل. ولهذا قال: خذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل على أن فعله وقع بياناً. وإنما المصنف رحمه الله لم يذكر القول قبل الفعل لوجود الاتفاق عليه، إنما ذكر الذي فيه خلاف وهو الفعل. ثم قال: خلافاً للكرخي وبعض الشافعية. نعم، ذهب بعض الشافعية وبعض الحنفية إلى أن الفعل لا يكون بياناً للمجمل، لأن الفعل لا صيغة له، الفعل ليس له صيغة، فمن أين تفهم من مجرد الفعل أن هذا الفعل واجب وأن ذاك ليس بواجب، أن هذا مطلوب منك وهذا غير مطلوب، أن هذا مباح وهذا متعين؟ من أين تعرف؟ الفعل ليس له صيغة، وحينئذ لا يصح البيان به. هكذا قالوا، والصحيح كما ذكر في الأدلة أن البيان يقع بالفعل. نعم. قال: ويجوز على الأصح اختاره الأكثر كون البيان أضعف مرتبة، لأن السنة قد بيّنت مجمل القرآن واعتبر الكرخي المساواة، ويعتبر كون المخصص والمقيد والمخصص والمقيد أقوى عند القائل به، وإلا لزمه تقديم الأضعف أو التحكم. نعم، أحسنت. قال: ويجوز على الأصح، يعني على الأصح في المذهب، واختاره أيضاً الأكثر العلماء وأكثر الحنابلة. يجوز كون البيان أضعف مرتبة من المبين أي المجمل. ما الدليل على أنه لا يلزم تساوي المبين والمجمل، بل يجوز أن يكون المبين أضعف من المبين؟ قال: الدليل أن السنة بيّنت مجمل القرآن، ولا شك أن السنة الأحادية هي أضعف منزلة من القرآن المتواتر. وقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، هذا متواتر قرآن. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق بقوله: فيما سقت السماء العشر، وهذا حديث أحادي وجاء بياناً.
لمقدار الحق الذي يجب إخراجه من زكاة من الزروع والثمار في الزكاة. قال: واعتبر الكرخي المساواة، يعني هذا المذهب الثاني، يعني وقال أبو الحسن الكرخي رحمه الله إنه يجب أن يكون المبين في قوة المبين. والحقيقة أن هذه المسألة تلتبس على كثير من ينقلها. هذا الذي ذكره عن الكرخي هو مذهب الحنفية، لكن الكرخي والحنفية لا يقصدون بيان المجمل الذي يسمونه عندهم بيان التفسير، لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون ما يسمى عندهم ببيان التغيير، وهو تخصيص العام وتقييد المطلق. فهذا الشرط صحيح عندهم، يشترطون في العام أو المطلق الذي لم يدخلهما تخصيص ولا تقييد فكان محفوظين، يشترطون في تخصيص العام وتقييد المطلق أن يكون في قوة العام والمطلق. لماذا يشترطون؟ لأنه عندهم من قبيل النسخ، فيشترط له ما يشترط في الناسخ. الناسخ يشترط عند أكثر العلماء أن يكون في قوة المنسوخ. قال: ويعتبر كون المخصص والمقيد أقوى، بكسر الصاد الأولى وبكسر الياء المشددتين اسم فاعل، يعني يعتبر في تخصيص العام وتقييد المطلق أن يكون كل منهما، أي من المخصص والمقيد، أقوى من حيث الدلالة من المخصص والمقيد، أقوى دلالة، يعني ينبغي أن يحمل على هذا، لأن هذا هو الذي وقع في أصل الكتاب وهو مختصر ابن اللحام، وأصل أصله وهو أصول ابن مفلح. قال عند القائل به، يعني عند من يقول بجواز تخصيص العام وتقييد المطلق. نعم. وبعضهم يقول لا، إن المسألة مفروضة في القوة ثبوتا لا دلالة، يعني يعتبر في المخصص والمقيد أن يكون كل منهما أقوى ثبوتا، أي من حيث السند، من المخصص ومن المقيد. ثم قال في دليل ذلك: وإلا، يعني وإن لم نشترط ذلك، لزمه، أي لزم منه، تقديم الأضعف أو التحكم، تقديم الأضعف فيما إذا كان المخصص أو المقيد أحاديا، والمقيد والعام والمطلق والعام يكونان متواترين، فحينئذ تكون قد قدمت الضعيف على القوي. أو التحكم يعني عند التساوي فيما إذا كان كل منهما متواترا أو كان كل منهما أحاديا، أعني العام والخاص، وأعني أيضا المطلق والمقيد. لكن يرد على المصنف ماذا؟ يرد عليه أنه ذكر من قبل في المخصصات العام، ذكر أنه يجوز تخصيص العام بالمفهوم، ويجوز تخصيص العام بالقياس. والمفهوم والقياس، المفهوم في بعض صوره يعني، خصوصا القياس يعني، أليس ظنيا؟ فيكون قد قدم الظن على القطعي، وهذا لا يصح. ثم قال: ولا يجوز تأخيره، أي البيان عن وقت الحاجة. نعم. قال: ولا يجوز تأخيره، أي البيان عن وقت الحاجة، اختاره الأكثر خلافا للقائلين بتكليف ما لا يطاق. ويجوز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في إحدى الروايتين عن أحمد. وقال أبو العباس: وتأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب أو المستحب. وفي تأخيره إلى وقت الحاجة عن إمامنا روايتان، ولأصحابنا قولان: الجواز
قول ابن حامد والقاضي وابن عقيل وأبي الخطاب والحلواني، والمنع قول أبي بكر والتميم والظاهرية وأكثر المعتزلة، ويجوز على المنع. إلى هنا هذه مسألة أطال فيها. قال ويجوز تأخيره أي البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة في إحدى الروايتين عن أحمد. هذه الصورة الأولى من المسألة، وهو أن يؤخر الشارع تبيين المجمل أو تبيين تخصيص العام أو تقييد المطلق، لأن كلها يصدق عليها أنها بيان، أن يؤخرها عن وقت الخطاب أي عن وقت نزول أو ورود ذلك المجمل أو ذلك العام أو ذلك المطلق إلى وقت الحاجة، وهو وقت الامتثال والتنفيذ والفعل من المكلف. فهذا يجوز لأن المصلحة قد تقتضي التأخير، المصلحة قد تقتضي التأخير، كما نقل عن الشيخ الإسلام ماذا قال؟ وقال أبو العباس: وتأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب أو المستحب، وفي تأخيره إلى وقت الحاجة عن إمامنا روايتان ولأصحابنا قولان. يعني المصلحة قد تقتضي التأخير. المسيء في صلاته هل بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب عليه في صلاته حتى تصح من أول الأمر أو أخره؟ أخره 3 مرات لمصلحة. الحج وقع بيانه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر، ولهذا ذهب الصحابة وحجوا، أليس كذلك؟ حجوا قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم حج قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يمكن أن يمتثلوا شيئا غير مبين؟ لا، الامتثال يكون فرع البيان. ثم بعد ذلك بيّنه بياناً تاماً في حجة الوداع، وقال: خذوا عني مناسككم، لأنه بيّنه البيان الكامل. والمصلحة تقتضي أحياناً تأخير الحكم. قال: وقال أبو العباس: وتأخير البيان لمصلحة هو البيان الواجب أو المستحب. الواجب والمستحب هنا لا يقصد بهما نفس الفعل المكلف به يكون واجبا على المكلف، أو نفس الفعل المطلوب للمكلف على جهة الاستحباب، لا يقصد هذا، وإنما يقصد وصف للبيان نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته البلاغ وبيان الشرع، وهذا البيان في حقه صلى الله عليه وسلم إما أن يكون واجبا أحيانا، وإما أن يكون مستحبا، ما يلزمه أن يبين كل شيء. ولهذا رد الناس في بعض الأمور إلى الاجتهاد والنظر، بل قال: دعوني ما تركتكم، ولم يطلب منهم السؤال في كل شيء، وإلا هو يعلم الشريعة عليه الصلاة والسلام، يعلمها كلها إجمالا وتفصيلا، ومع ذلك يقول: دعوني ما تركتكم. فالمصلحة تقتضي أحيانا السكوت عن بعض الأشياء، فالبيان ما لا يجب عليه هو من باب المستحباب فقط، هذا مقصوده، مقصود شيخ الإسلام رحمه الله. وقد اجتمع الاثنان، يعني بيان أشياء واجبة وبيان المستحبات، في حديث المسيء في صلاته، فإنه ماذا قال له؟ قال: إذا أردت الصلاة قم فتوضأ وأحسن الوضوء ثم تشهد. الشهادة ليست شهادتين بعد الوضوء، ليست واجبة. إلى أن قال: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما تيسر، وفي رواية: أو بما شاء الله. وقراءة السورة التي بعد الفاتحة هي واجبة؟ لا، ليست واجبة، مستحبة. قال: الجواز قول ابن حامد، الحسن بن حامد أبي عبد الله البراق شيخ القاضي، والقاضي أبي يعلى، وأبي الوفاء بن عقيل، وأبي الخطاب، والحلواني، وجمهور العلماء، جمهور العلماء على هذا القول، أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى أن يحين وقت الحاجة. قال: والمنع قول أبي بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال، وأبي الحسن التميمي، والظاهرية، وأكثر المعتزلة، وبعض المالكية، وبعض الشافعية، وكثير من الحنفية والظاهرية، أو كثير من الظاهرية.
ثم سوف يفرع المصنف رحمه الله على هذه المسألة مسائل أخرى بدأ فيها بها من قوله ويجوز على المنع إلى آخره. تفضل. قال ويجوز على المنع تأخير السماع المخصص الموجود المخصص للمخصص بكسر الصاد. نعم. ويجوز على المنع تأخير السماع المخصص الموجود اختاره الأكثر ومنعه أبو هذيل والجبائي. ويجوز تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة على الأصح فيهما، أي فيها وفي المسألة قبلها. وأما في هذه وما ذكرناه اختاره القاضي والمالكية ومنعه أبو الخطاب وابن عقيل مطلقا. ويجوز على الجواز التدريج في البيان عند المحققين من أصحابنا وغيرهم. أحسنت. قال ويجوز على المنع، طبعا كما قلنا هو يختصر المؤلف في الكلام يطوي الكلام، يعني ويجوز بناء على القول المانع من تأخير البيان عن وقت الخطاب، يجوز بناء على هذا القول وقول المانعين تأخير السماع للمخصص باللام، تأخير السماع للمخصص الموجود اختاره الأكثر ومنعه أبو هذيل والجبائي. ما معنى المسألة؟ يعني يجوز تفريعا على القول، يعني عند من يقول بالمنع من تأخير البيان جوزوا أن يؤخر أن يتأخر سماع المكلف للمخصص للعام مع وجوده من قبل، يكون غيره سمع وهو ما سمع. فمثلا فاطمة رضي الله عنها سمعت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، سمعت بالعام، وهل سمعت بالخاص؟ نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما سمعت به، تأخر سماعها للخاص إلى بعد وفاة أبيها عليه الصلاة والسلام. وعمر رضي الله عنه سمع بأنه يجب قتال الكفار المحاربين للمسلمين، فهل سمع سنوا بهم سنة أهل الكتاب في شأن المجوس بأن تؤخذ منهم الجزية؟ لا، ما سمع، تأخر سماعه لهذا الحديث المخصص إلى وقت خلافته. فإذا يجوز أن يتأخر سماع المكلف للمخصص الموجود، يعني الذي هو موجود عند غيره، ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المكلفين بعض الصحابة. قال ومنعه أبو هذيل العلاف المعتزلي والجبائي. قال ويجوز تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة على الأصح. هذه المسألة في الحكم المبتدأ، في الحكم المبتدأ، يعني الحكم الذي فيه تشريع جديد وليس جاء بياناً لإجمال سابق. فيجوز للنبي صلى الله عليه وسلم في الحكم الذي سمع من الوحي، سمع حكمه من الوحي، يجوز أن يؤخره إلى أن تحين حاجة الناس إلى سماعه. فلا يجب عليه أن يلقي الشريعة دفعة، بل على التدريج وعند حلول الحاجة، ولا يلزم من التأخير محال، إنما يلزم المحال لو أخر عن وقت العمل والحاجة، أي فيها. نعم. لا يمكن التدريج، كيف ما يمكن؟ تحريم الخمر جاء دفعة؟ نعم، عند حاجة الناس، إذا احتاج الناس، إذا احتاج الناس بينه، والنبي صلى الله عليه وسلم أعرف بالناس، يعرف متى يلقي عليهم العام والخاص والمجمل والمبين، يعرف هذا عليه الصلاة والسلام. قال أي فيها وفي المسألة التي قبلها. يقول يجوز أن يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة،
إلى وقت حاجة الناس إلى سماع الحكم. على الأصح قال فيهما. ما معنى فيهما؟ يعني على القول الصحيح في هذه المسألة والمسألة التي قبلها، وهو تأخير سماع المكلف للمخصص مع وجوده عند غيره. ثم ماذا قال؟ وأما في هذه المسألة، لماذا قال وأما؟ لأنه شروع في بيان خلاف العلماء في المسألة الثانية، أما المسألة الأولى سبق بيان الخلاف فيها. لكن انظروا إلى الخطأ هنا في العبارة، أصلحوها. وأما في هذه، يعني وأما الخلاف العلماء في هذه المسألة الثانية وهي تأخير بيان الحكم المبتدأ، فما ذكرناه اختاره القاضي. ليست وما هي فما، يعني وأما في هذه المسألة وهي تأخير تبليغ الحكم المبتدأ إلى وقت الحاجة، فما ذكرناه من الجواز اختاره القاضي والمالكية ومعهم بعض الشافعية وأكثر وكثير معتزلة وأكثر العلماء. قال ومنعه، هذا المذهب الثاني، ومنعه أبو الخطاب وابن عقيل مطلقا، ولهم فيه تعليل، فيه ما فيه، لكن نذكره فقط لبيان المسألة. هم يقولون ما يجوز أن يؤخر بيان الحكم المبتدأ. لماذا؟ قالوا لأنه يجعل المكلف لا يعتقد شيئا في المسألة، فيكون في هذا إهمال له، وإهمال المكلف لا يليق بالحكيم، بخلاف تأخير البيان. ولهذا جاز تأخير الناسخ ولا يجوز تأخير المنسوخ، طبعا هكذا يقولون. وإلى الحقيقة أن هذا التعليل عليل. لما؟ لأن المكلف ما يجب عليه اعتقاد شيء في المسألة أصلا إذا لم يرد فيها نص شرعي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بل الواجب عليه اعتقاد عدم الحكم في أي مسألة المسائل ما ورد فيها الشرع، ما ورد فيها شيء من نصوص الشرع. متى يلزمه الاعتقاد؟ إذا نزلت الآية أو ورد الحديث وسمعهما، حينئذ يجب عليه فعل واعتقاد. قال ومنعه أبو الخطاب وابن عقيل مطلقا، وقوله مطلقا أي سواء قلنا بجواز تأخير البيان أو لم نقل بجواز تأخير البيان في المسألة التي سبقت معنا في الصفحة الماضية. ثم قال ويجوز على الجواز، يعني ويجوز بناء على القول المجيز بتأخير البيان التدريج في البيان عند المحققين من أصحابنا وغيرهم. يعني بمعنى أن المجمل أو حتى العام أو المطلق يجوز أن يقع بيانه على التدريج شيئا فشيئا، مثل فقتل المشركين ثم خرج منه الذمي بحديث خاص فقط في موضع واحد في مجلس واحد، ثم خرج منه بعد ذلك العبد المشرك، ثم خرج منه المرأة المشركة، ثم خرج منه الرهبان في صوامعه. هل جاءت كل هذه المخصصات التي هي بيان لمدلول العام؟ جاءت دفعة ولا على التدريج؟ على التدريج. فيجوز هذا لحكمة الباري سبحانه وتعالى، يحمل الناس على الأخف. ولهذا الحج كما قلنا لكم حج المسلمون قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن البيان كان موجودا، لأنه لا يمكن امتثال المجمل. طيب، وبعد ذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم، فوقع به البيان التام. نعم، اقرأ المسألة الأخيرة شيخ. قال وفي وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن المخصص روايتان عن أحمد رحمه الله تعالى ولأصحابنا قولان، الوجوب قول ابن عقيل والشيخ، والمنع قول أبي الخطاب والحلواني وغيرهما. وقال الجرجاني إن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم
على طريق تعليم الحكم وجب اعتقاد عمومه وإلا فلا، والله أعلم. أحسنت. يقول: وفي وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به قبل البحث عن المخصص روايتان، يعني إذا وقف المجتهد على لفظ عام في الأحكام فهل يجب عليه أن يعتقد العموم الذي فيه، أو لا بد أن يبحث أولاً عن المخصصات لهذا العام، فإذا لم يجد شيئاً يقول الآن بعد البحث أعتقد العموم؟ وضحت المسألة؟ فاختار المصنف رحمه الله القول بأنه يجب عليه اعتقاد عمومه مباشرة قبل أن يبحث عن المخصصات، حتى لو كان احتمال التخصيص وارداً فإنه يجب عليه أن يعتقد العموم أولاً ثم يبحث عن المخصص، وهذا لا محال فيه، لأنه إن حمله على عمومه حمل اللفظ على ظاهره، لأن هذا هو مدلول اللفظ، ثم إن وجد بعد ذلك مخصصاً عمل به وهكذا. ولا يجب التوقف عند العمومات بحجة أنه أن احتمال التخصيص احتمال وارد. فلو فرض أنه وقف على قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لوجب القول بحل كل شيء على وجه الأرض اعتقاد فقط يعتقده، ثم بعد ذلك يبحث عن المخصص، فكل ما وقف على مخصص وجب أن يعمل به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: ولأصحابنا قولان، عن الإمام أحمد روايتان والحنابلة قولان في المسألة. الوجوب يعني وجوب اعتقاد عمومه حالا فورا هو قول ابن عقيل أبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي وبعض الحنفية وبعض الشافعية وموفق الدين بن قدامة وآخرين. والمنع هو قول أبي الخطاب والحلواني وأكثر الشافعية، بل قال بعضهم إنه مجمع عليه، وهذا يدل على أنه قول الأكثرية، القول الثاني أنه لا يجب اعتقاد عمومه فورا، وإنما لا يعتقد عموم العام إلا بعد أن يبحث عن المخصصات فلا يجد. ثم قال: وقال الجرجاني: هذا شروع في مذهب ثالث في المسألة. قال أبو عبد الله الجرجاني الحنفي المتوفى سنة 398 هجرية، قال رحمه الله: إن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم وجب اعتقاد عمومه وإلا فلا. يعني هذا القول وصفه الزركشي حين ذكره بأنه قول غريب، ولهذا انفرد به أبو عبد الله الجرجاني رحمه الله. يقول: ننظر، إن كان سمع الصحابي العام من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة على سبيل الفهم للشريعة والعلم بالأحكام فيجب عليه أن يعتقد عمومه في الحال، لكن إن سمعه من غيره، غيره بلغه، قال ما يجب اعتقاد عمومه، يجب عليه أن يستفسر عنه ويسأل عنه ويتثبت هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، فإن قاله إن تأكد حمل على العموم، وإن لم يستثبت من ذلك فلا يحمله على العموم مباشرة إلا بعد البحث عن المخصص. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله درس الأصول في الفصل القادم.